شاهد، أنا ما غيرت كلامي ولا شيء، بس أنت سمعت كلام الدكتور وكلامك كان منطقي. بعدين لا تنسي أنا دكتورة، وإحنا هنا نتعامل بالمنطق وبالأسباب، مشاعر والأحاسيس. دكتور قال كلامه هذا مليون مرة، ومع كذا كنت مشككة. إيه مشككة بالأعراض، مو بجريمة. شاهد، أنت في أحد ضغط عليك؟ علميني وصار معي. مشاعل هذه أمي. دكتورة مشاعل طالبينك بالعمليات. يلا أبو، طيب أنا لازم أروح. شهد، أنا ما تخليت عنك، بس السالفة صارت واضحة على أبنك. أنا مثلك كنت رافضة أصدق، قاعدة أدور على أي شيء أتعلق فيه عشان ما أغرق. عفواً، أنتِ مين؟ أنا الدكتورة ليان، درست طب بس عشان أتأكد إن أمي ماتت فعلاً بالسرطان، وأحاول ألاقي لها علاج عشان أنقذ أي أحد إنه يصير يتيم مثلي. ليه طلبتني تبي تشوفني ضروري؟ فيك شيء؟ شوفي يا بنت عمتي، أنا جا في بالي أخذ فيك جولة على الشركة، يعني وأعرفك على الموظفين، يمكن تسمعين تفاصيل وتحبينها، وأنا بكون معك إذا احتجتي أي شيء أشرح لك. أها، وإيش المقابل؟ ولا مقابل ولا حاجة، يعني على الأقل تستفيدين من قعدتك هنا، وبنفس الوقت نسلم من أذيتك. الحين صار وجودي أذيكم؟ يا زيد أنا بيتكم إلى الآن ما دخلت. إيه بس أنت دخلت رسم شاعل، وهذا أخطر بكثير. إيه قول كذا من أول، أنت جايبني الحين تبي تقنعني أني ما أسمع لها مرة ثانية، ولا تبي تقول أنك وفي؟ أنا مو مشكلتي أنك تسمعي لها، أنا مشكلتي أن هي اللي تسمع لك. أنت شايفة حياتي كيف صاير، أنا حتى لو أبي أخون ما عندي وقت. بس النية عندك الجوهرة. أنا الحين أبيك تساعديني لما قلت لك مشاعل شاكة فيني. عشان أساعدك يا زيد لازم واحد فينا يقنع الثاني، يا أنت تقنعني أنك ما خنت مشاعل، أو أنا أقنعك أنك جايبني عشان تكذب عليك.